السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. في الفيديو هذا يا جماعة الخير جايين تشوفون جبنا لكم لابتوب، جبنا لكم بي سي من الطراز القديم حق واحد من العيال. البي سي ما شاء الله مليان اخبار، يعني بشكل لو تشوفوا المروحة هنا كيف شكلها، سوي لها زوم شوي بس عشان اوريكم، اشوف كيف شكل الجهاز، يعني كله بشكل عام يعني رايح فيها، يعني اخبار بشكل مو طبيعي. العموم احنا راح نرتب، راح ننظف الجهاز بالكامل من والى، وراح نسوي له كيبل مانجمنت، لان ما شاء الله الكيبل مانجمنت عنده خطير والله. فخليكم على الفيديو زي ما تشوفون مليان اخبار يا جماعه الخير. مشكله الاخبار هذا لازم تنتبه منه وتكون لابس ماسك، لابس كلافس طبعا، لانه خطير جدا الاخبار هذا. يعني مع الفترات الطويله صرت مثلا كنت عنده بشكل عام ممكن يسبب احد امراض المسرطنه لا قدر الله. ف إذا جيت نظف البي سي اللي عندك الحذر، ثم الحذر من الأشياء هذه. وإذا تبي عجبكم فيديو السلسلة هذه ندوم ننزل سلسلة كيف تنظف البي سيات زي كذا، اكتبوا تحت الكومنت. فخلونا نبدأ. وهنا يا شباب راح نفك الكرت، راح نفك الأشياء الثانية، لذلك زي ما تشوفون الأخبار بالجملة موجود على نفس الجهاز. And I
طبعا زي ما تشوفون يا شباب نظفنا البي سي بالكامل ما شاء الله تبارك الرحمن رجع جديد وكاله زي ما شفتوا بالبدايه كان يعني مليان غبار. طبعا في اشياء مثل هذه يا جماعه ما تتنظف من نفس البلاستيك نفسه حق نفس الكيس ما تقدر تنظفه. على العموم هذا هو كامل الحين نظف الجهاز، واذا كان عندك جهاز زي هذا تبي تنظفه ممكن تواصل معي عن طريق الانستغرام راح يكون تحت في موجود في الوصف، طبعا ارسل لي الصور وكل شيء، واذا انت موجود في الرياض فحياك الله. فإلى هنا جوة أخير خاصة الفيديو حقي، أتمنى أنه أعجبكم، لا تنسوا تضغطوا لايك سبسكرايب وشير. كان معكم باسل من قناة باسل تكنولوجي. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله.